بالنسبة لمحركات البحث كاين كذلك محرك البحث ديال ياندكس واللي هو هذا. لو بالنسبة لهذا محرك البحث يعني راه بحالو بحال جوجل بحالو بحال البينغ، غير هذا الترافيك اللي كيجي منه فغالبا كيجي من روسيا وبعض الدول ديال اوروبا الشرقية. اذا الا بغيتي تستهدف دوك المناطق اللي ما كيخدموش بجوجل فهنا غادي خصك تخدم بياندكس. بحالاش انك تحط المحتوى ديالك اولا الموقع ديالك يبان في هاد السيرش، هنا غادي خصك تخدم بالويب ماستر ديالهم واللي هو هذا. لان هذا هو الويب ماستر تول ديال ياندكس، وهنا راه تيخدم بحالو بحال جوجل سيرش. غادي خصك تحط السايت ماب ديالك هنا، ومن بعد كيتاندكس او الصفحات ديال الموقع ديالك هنا، وهنا فين غادي تشوف يعني لي ستاتستيك وديال الموقع كامل، سواء الهيكل ديال الموقع ديالك، الصفحات اللي تارشفوا، والكلمات المفتاحيه اللي بداو تيخدموا ليك اولا اللي بداو تيجيبوا ترافيك انطلاقا من ياندكس سيرش. لا فيديو غادي تلقاو عندنا فلاشين اللي هو هذا بالديتاي، حاولوا انكم تفرجوا فيه، وإلا عندكم شي سؤال خليه في كومنتير.